وهكذا أيضا لا يمكن أن يدعي أحد أن عنده سلم طويل مرقات مصعد يصعد عليه إلى السماء أو قريب منها حتى يأتي بالأخبار فيقول بأن الله جل وعلا قرر علينا كذا وكذا أو قدر علي كذا وكذا أو أنه اختار كذا أو أنه لم يختر محمدا صلى الله عليه وسلم، مع أنه ما عندهم سلم يرتقون فيه، ومع ذلك ربنا جل وعلا تحداهم تحد آخر قال فليأتي مستمع بسلطان مبين. أصلا من التحدي الأول عاجزين، أي يثبتوا أن لهم سلما مصعدا مرقاتا عليه يصعدون حتى يأتوا بالأخبار، فمن باب أولى أنهم سيعجزون أكثر وأكثر من الطلب الثاني، وهو أن يأتوا بالحجة والبرهان الذي يدل على أن محمد صلى الله عليه وسلم ليس بنبي، أو أن ما في قيامة، أو أن غيره حق بالنبوة، أو ما يدعونه، فهم عاجزون عن هذا، فضلا أن يأتوا بالثاني، ليس لهم سلم ولا مصعد يصعد به، فضلا أن يكون لهم من يأتيهم بما سمعه من السماء.